السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. من ضمن المشاكل او من ضمن الحاجات اللي بتقابلك في ساعات التيسو، او بالاخص مثلا ساعة التيسو التي ريس، على فكرة ان انا هظبطه عليها دي، اغلبية ساعات التيسو تعرف تتظبط بنفس الظبطة دي. ساعات المشكله بتاعت التيسوت او التيسوت عموما تلاقي العقارب مش مظبوطه بالمنظر ده، يعني انت تيجي مثلا تفتح الستوب ووتش تلاقي العقرب بيبتدي الثواني من هنا، الاصفار من هنا. لو انت عايز تعمل مثلا كده وترست العقرب اهو هيرجع لحد الساعه 6، فانت عايز تخليهم كلهم واقفين كده، يعني كلهم واقفين عند الساعه 12. ان شاء الله ان شاء الله الحل في الفيديو ده باذن الله. خليك متابع معايا، كل عليك انك هتظبط الساعه. هتظبطها ازاي؟ شايفين العقرب الاكره دي او الكراون ده؟ كل عليك، بص، الكراون ده ليه تكتين، ليه سحبتين، في سحبه بسيطه جدا دي بتظبط بيها التاريخ، وفي سحبه بتبقى يعني ترجع ليها لورا قوي عشان تظبط بيها الساعه. فانت عشان تظبط العقارب دي او العدادات دي هتظبطها ازاي؟ ركز معايا. في سحبتين، في سحبه تروح ساحب سحبه كده تكه كده بسيطه، انا مش عارف اظبطها لك ازاي، بس هي في تكه كده بسيطه اهو. ثواني اقرب المايك اكتر عشان تعرف تسمعها. ثواني المايك اهو. في سحبه اهي، ركز معايا في اللقطه دي. دي اول واحده، بعد كده في تاني واحده. ثواني اظبطها تاني. واحده اتنين، تعال نعملها تاني. واحده اتنين، تمام. في سحبتين، فكل اللي عليك، ثواني اظبط بس ارجع المايك تاني اهو. فكل اللي عليك انك تسحب سحبه كده كانك بتظبط التاريخ، هي سحبتين، تروح ساحب سحبه كده بسيطه اول تك، وبعد كده تدوس على الزرار ده، تقعد تدوس اهو دوسه طويله لحد ما ده يتظبط كده على الساعه بالظبط كده وهو مظبوط. وبعد كده تروح داس على الزرار ده، دوس على الزرار ده كده دوسه طويله لحد ما تبقى الساعه 12 اهو بالظبط. وبعد كده تروح ساحب سحبه طويله شويه كانك هتظبط الساعه، وبعد كده تروح دايس على الزرار ده، على البوشر ده اهو بالظبط. وبعد كده تروح قافل الكراون بس كده. لما تيجي تشغل الستوب ووتش من اول هنا اهو، بص هيبتدي معاك من الساعه 12، فبتظبط الستوب ووتش اهو كده. دلوقتي اللي ظبط الستوب ووتش، الستوب ووتش دي وظيفتها ايه؟ اللي انت لو انت حاضر في ميتنج عايز تعرف انت قعدت قد ايه، انت راكب مثلا مواصلات عايز تعرف انت قعدت قد ايه وهكذا، وعايز تشغله تدوس على الزرار ده، عايز توقفه تروح دايس على الزرار ده، عايز ترسته بقى واللي هو تخليه اصفار خالص تروح دايس على الزرار ده بالظبط كده. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا انا محتاج دعمكم جدا. شكرا جدا ليكم، وكان معاكم محمد تحسين من قناه سرشكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.